اسم الشركة هي أول شيء كوارتيت إنترتينمنت أند ميوزك أند إنترتينمنت. قررت لأنه أنا صرت حاضر هلأ، هذه فكرة عندي من كثير زمان، من سنتين قررنا أنه بلش نشتغل عليها ونعمل ريهرسل ونشتغل على موسيقى، وهلأ بفتكر عمري وفيي أنا هلأ أعمل شيء هيك وفرجي للعالم. لكن أنا اخترت الشركاء يكون انترناشنال مش من لبنان. في من لبنان اكيد، اول شيء من لبنان، هو من نيويورك. انا ستيف باجو هو بروديوسر امريكاني، شفته انا من تعرفت عليه من سنتين بدينر بامريكا عند ببيت عند صاحبي، وتعرفت عليه هيك، وبتعرف اوقات بيقطع شيء بينك وبينه، حكينا شوي موسيقى، سمعت شو بيعمل، سمع شو بعمل، حبينا الموسيقى اللي بنعملها، وقررنا مش قررنا قلنا في نهار حنشتغل سوا، والحقيقة وصلتنا لهون، وهلأ صار بلبنان معي ونحن أفيليه معه. هو عنده أرتست كتير مش معروفين وقوية كتير بأمريكا، وأنا عندي تالنتس هون، صرح نعمل برودكشن مع بعض، وآخر شيء نطلع موسيقى حلوة. أفت هونيك نهار بدأ لي ميشيل بيقول لي أنه لازم نحكي مع بعض وهيك، وإذ خبرني الموضوع وحسيت أنه I'm so lucky أنه ميشيل فاضل فكر فيني لإلي، وبعتبر يعني بمجرد ما أنه ميشيل يدق لي لإلي يعني أكيد في شيء. So I'm so happy, I'm so glad, I'm so grateful. يا هلا نحن هو ميشيل يعني عارف منقى أول شيء عالم مش كتير معروفة على الساحة الفنية، وكمان أكيد كلهم talented يعني، فأهم شيء إنه نحن مبسوطين وحاسين بالمستوى العالي بالموسيقى. متفائلة بالأول لأنه ميشيل هو إنسان برو، وهو إنسان كتير طيب، بس واحد يتعرف عليه وكتير حلو الشغل معه. يعني خصوصاً إنه مع ميشيل المفروض تكون كتير متفائل، لأنه أكيد بسمع الميوزك تبعه، فهذا الشيء يعطيني باور عم اشتغل مع حدا بروفيشنال. لك شو رح تقدم شيء جديد على صعيد الموسيقى؟ ليك رح نجرب نعمل شيء جديد، هيدا يعني انا بحب كسر راسي وبحب اتحدى حالي بهالشيء، وانا بآمن بالتيم ورك، ونحن معي فريق كثير قوي وكثير متكامل، ومعي تالنتس كثير مهمين، معي اصوات كثير حلوه، سو ما في شيء بيوقفني انه اعمل شيء حلو. لاحظنا ما في بعد اسماء كبيره ولا جاي على الطريق اسماء كبيره؟ لا ما خص اسماء كبيره، انا ما بدي اسماء كبيره هون، انا بالعكس انا بدي تالنتس اللي مش معروفه واللي عندها تالنت كبير وصلها، انا ما بدي اسم كبير، الاسم كبير ما عايزني. ميشيل بتشتغل معه على مياني، اول شيء بتفكر فيه قبل الموسيقى وقبل الشغل وقبل البزنس انه زلمه صادق ريلي، بس تحكي معه صادق، بيحكيك بيوعدك بيوفي. يعني اول ما حكينا بالمشروع عم نشوف شغل، عم نشوف على الارض شغل، وثانيا دفنت لي عم تشتغل مع موسيقى عظيم جدا. انا ربحت The Winner Is بال 2014، كان على LBC دبي تي في حياة المصرية، اخذت المرتبة الاولى وجربت اني انطلق وحدي بعد هذا المشروع، بس حسيت انه شوي صعبة بقى، رجعت عرفت على ميشيل مش من زمان وحبيت انضم للجروب تبعه وللشركة، ان شاء الله يكون بلس لإلي وللشركة، اكيد بتمنى كل الخير وبالتوفيق للجميع. حابب نعمل موسيقى حلوة وقد ما فينا نبعتها للعالم. قلت له ستيف عبالي انا اعمل شركة، وانا بعرف كتير تالنت بلبنان مش قاعدين حقهم بالنسبة لي، وفي حابب فيهم، وقد يكون عندك انتالون بالنسبة لي هي هذا اقوى سلاح.